صباح الفل على احلى مشاهدين في الدنيا. يا رب النهارده يكون كده نهاركم زي الفل. بصوا بقى النهارده احنا جايين نعمل مع بعض ثلاث اطباق ان شاء الله ينولوا اعجاب حضراتكم. ايه هم؟ هنعمل طبق كده اسمه مدفونه الموز بالرز. الرز ده بسمتي وجايبين موز ضاني، هنسلقها كده بطريقه وهنتبلها بطريقه ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. وهنعمل كمان النهارده الفرخه دي هنعملها روستو، هنتبلها حلوه قوي قوي، وبعد كده هنحطها في الفرن تستوي وتمخمخ كده مع نفسها. نتفق مع بعض اتفاق اي سوى في الفرن اسمه السوى الروستو، خلاص؟ طيب بعد كده هنعمل كمان طبق شوربه الخضار الجميل اللي احنا كلنا بنحبه، اللي هو طبق لسان العصفور بالخضروات. هنعمل شوربه لسان عصفور بالخضار، وكمان هنحط لها النهارده حاجه كده هتديها لون جميل جدا ويبقى الطبق بتاعنا حلو وطعمه مميز. ايه رايكم؟ هنروح فاصل صغير جدا ونكمل مع بعض بقيه حلقتنا. ما تنسيش التليفون بتاعك، ما تنسيش الورقه والقلم، لو ليكي اي استفسار ابعتلنا دايما على البيج بتاعه قناه النهار، وانا ان شاء الله هكون متواصله مع حضراتكم. فاصل ونواصل. رجعنا لحضراتكم مرة تانية مع مدفونة الرز اللي بالموز الضاني. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هتجيبي الموز الضاني بالشكل الجميل ده، الموزة بتبقى اهي، شايفين اهي كل دي كده، كل دي كده اللي هي بتبقى هنا عند العظمة، كل دي بتبقى الموزة بتاعتنا. تعالي نشوف الموزة دي بيبقى طعمها حلو قد ايه لما تتسلق، وخاصة لما كمان هتتبل بالتتبيلة المميزة اللي انت هتشوفيها. هتعملي كالآتي، هتجيبي جنزبيل مبشور بالشكل ده، هننزل بيه، ومع الجنزبيل هننزل بحبهان بودرة، وهنحط كمان شوية بهارات لحمة، وهنا عندنا بودرة زعفران بالشكل ده. خلي بالك ان بودرة الزعفران اللي انت هتحطيها دي هي اللي هتديكي اللون البرتقاني للرز، هتخلي اللون بتاعها حلو جدا وطعمها احلى واحلى. هناخد كمان معلقة من الصلصة، وبما ان احنا دلوقتي بنتبل الموزة بالطريقة دي قصدة علشان أنا لما أصدمها في قلب الحلة تاخد اللون بتاعنا الحلو. أنا بقى دلوقتي عايزة أعمل حاجة بحب جدا أشمر كمي، علشان ما بحبش الكم يبقى داخل في الطبق وأنا بعمل أكل، خلاص؟ طيب أنا شمرت كده، تعالوا بقى نشوف بعد التشميرة دي الأكلة دي لازم يتشمر لها ولا إيه يا ليسي؟ طيب ده أبو أنت عرفت بقى هما ليه بيقولوا المحمر والمشمر؟ علشان ده الاكل اللي بيتشمر له، وطبعا هيتحمر فيبقى محمر ومشمر. ايوه يا تشميرت السفره. طيب هناخد شويه الملح مع شويه الفلفل الاسود، وهنجيب هنا الموزه الثانيه. طبعا الخضار اللي في قلب الطبق ده انا هاخده، اوعى تفتكروا ان انا هسيبه. هاخد كده اهو بالشكل ده، وهبتدي امسح على الموزه بالخضار كده اللي احنا اخدناه اللي هو الجنزبيل، وكمان هنحط الطماطم مع الزعفران، وهبتدي افتح كده سنه ومن هنا كده سنه. عارفين ليه؟ علشان خاطر التتبيله الجميله دي تخش كده جوه هنا وتتشرب. ممكن كمان تتبليها قبلها بيوم، هيديكي طعم احلى واحلى. وتشدي كده عليها ستريتش في قلب التلاجة علشان لو حاطة أي حاجة تانية مكشوفة ما تكرفش من بعضها. طيب بعد ما أنا تبلت كده هسيبها على جنب، وهاجي أجيب الحلة وارفعها على النار كده اهو زي ما حضراتكم شايفينها، الحلة بتاعتنا سخنت. هبتدي أجي وأحط شوية الزيت
مع مكعب الزبدة. تعالي اهو شوية الزبدة كده، والمقادير حالا معاكم على الشاشة، اللي عايز يكتبها او اللي عايز يصورها براحته جدا. هاخد قطعة واحدة من الزبدة هنا، وهاجي هنا. انا كده عليت على النار، هتبتدي الدنيا هنا تفك كده وتسيح. التتبيله دي كل لما تسيبيها اكتر، كل لما تخلي طعم طبق المدفونه بتاعك ده حلو جدا. خلاص، فحاولي ان انت تتبليها قبلها بيوم او الصبح عبال ما ترجعي من الشغل تلاقيها جهزت. خلاص، طيب هنيجي بعد كده، هسيب الدنيا هنا كده تسخن، وهاجي اقوم عامله كالاتي. هجيب الخضار هنا جنبي اللي هو عباره عن كرات، وعباره عن جزر، ورق لورا، وعيدان كرفس، مع حبهان، ومع فص ثوم، عندك مستكه كمان حطي، كل ده هيديكي طعم حلو جدا. تعالي دلوقتي بعد ما الدنيا كده هنا سخنت، انا عايزه ادي صدمه الاول للموز الجميله دي اهو. هننزل كده، طبعا الفرق ما بين الموز البلدي والموز المتلجه بتتعرف من درجه لون اللحمه نفسها، انها بتبقى لونها مدي على بامبا كده. انا هاخد الخلطه دي اهي في ايديا، وهنزل بيها هنا كمان اهو، وابتدي اشوح اهو بالشكل ده كده. تعالي نغير ده، نشيل ده من هنا. هتبتدي اهو الصوت بتاعها يطلع في قلب الحلة. انا جنبي هنا غالية المرقة اللحمة جنبي، علشان انا هستخدم منها طبعا علشان هسقي الرز بيها، كل ده هيبقى هنا في قلب الحلة. انا بس هنتظر عليها دقيقة كده تتلسع، تاخد اللون الحلو ده اهو. ابتدت اهي هتقول، تعالوا نشيل ده كده هنا ورا ونشوف هنعمل ايه. عبال ما هي تتلسع كده هنا سنة، احنا ممكن نعمل التتبيلة بتاعة الفراخ، علشان انا مش عايزة استعجل عليها هنا، علشان تشوفوا حضراتكم اللون بتاعها هيبقى عامل ازاي. هاجي هنا واجيب تتبيلة الفراخ عبارة عن كالآتي: بصل وطماطم مع كرفس وجنزبيل وتوم، هحط كمان عليها قرفة بالشكل ده، وهنحط عليها كمان شوية من الزيت مع معلقة صغيرة من الصلصة عشان تدينا اللون البامبا الحلو. واحنا على فكرة يعني ساعات في الأطباق بيبقى فيه بهارات مشتركة. تعالوا نشوف ده المحطوط ايه، هعرفه من ريحته بس لازم اعرفه ده ايه. دي قرنفل. انا عارفه ان ليسي جوه عامل لي اختبار بيقول لي تعرفي الحاجه من ريحتها. طبعا. يبقى احنا حطينا قرفه وحطينا قرنفل. معلش بقى انا هقلب ده كده، وهنقلب دي كده. ابتدت تاخد اللسعه بتاعتها اهي. يعني اهم حاجه في الطبق بتاع المدفونه، انا ليه ليه بديها الصدمه دي؟ بديها الصدمه دي علشان تحمير البهارات نفسها اللي انا حطاها، اللي هي الجنزبيل مع الملح مع الفلفل مع الحبهان، كل ده لما بيتحط بيدي الحقيقه ريحه مميزه وشهيه جدا. تعالوا نشوف هنكمل مع بعض ازاي. هاجي هنا وهقوم واخده الخضار اللي بالشكل ده،
أنا ممكن أعمل حاجة برضو لطيفة عشان اللي هياكل. أنا ممكن ما استخدمش الحبهان الحصى هنا، على أساس أنا حاطة حبهان بودرة، فهحط الجزر وهحط الكرات وهحط الكرفس والثوم، وبعدين ورق اللورة أو ورق الغار، الاثنين واحد على فكرة، ورق الغار أو لورة الاثنين واحد. بعد كده هقلب بصوا بقى حضراتكم اللون الأحمر ده هو ده اللي أنا عايزاه أهو، مش عايزة أقول لكم ريحتها حكاية قد إيه. هاجي هنا وأقوم جاية، احنا اتفقنا مع بعض لما باجي احط ميه مغليه او باجي احط بيون، انا طبعا هنا مش هبقى ممكن ما احطش الشوربه واستعمل ميه مغليه علشان اللحمه هي هتنزل البهريز بتاعها، ما باخدش الميه على بطني، باخد الميه كده يا بنات على بره اهو، وايديا تبقى ثابته وفي وسط الحله اهو، وبدي مساحه علشان البخار لما يطلع بالشكل ده اهو، وهغطي الحلة واسيبها تغلي مع بعضها بالشكل ده. تعالوا نعيد مع بعض الفرخة دي احنا هنتبلها بايه. حطينا طماطم وحطينا قرفة وقرنفل باودر، وهنحط ملح وفلفل مع جنزبيل مع كرات مع كرفس مع توم مع شوية الزيت، وهنحط كمان شوية الليمون اللي بيدوا طعم مميز جدا للفراخ اهو بالشكل ده. هقفل كده واجيب المطور بتاعنا كده، وابتدي اخفق الكلام ده كله مع بعض. بعد ما خفقنا بالشكل ده هاجي هنا واقوم واخده الخلطه دي، وهجيب طبق نظيف. اهلا وسهلا، انت جايه تزورني هنا النهارده؟ بقالها كتير ما جاتش زارتني على فكره، خلي بالك مخرجنا الجميل كاميرا الكرين دي انا بعشقها، ممكن الساده المشاهدين عارفين عني كده ان انا بحب اكلمك جدا. تعالي لي بقى دلوقتي عشان تشوفي الفراخ اللي هنعملها، هنعملها ازاي. تعالي تعالي هنا، هي الحقيقه بتسمع الكلام، كاميرا بتسمع الكلام جدا. طيب هناخد الفراخ، الفرخه بتاعتك تكون نظيفه وزي الفل. بتعملي ايه بقى؟ شايفه بتفصلي الجلد بالشكل ده كده بالراحه خالص اهو، عشان لما تيجي تتبلي اهو، بصي بالراحه خالص من غير ما تتعور. ممكن تعملي حاجه كمان، تيجي من هنا وبتدي بوسع علشان لما اتبل اتبل الصدر كله على بعضه. تعالي بقى ناخد الخلطه دي ننزل بيها هنا، وابتدي اتبل الفراخ التتبيله الحلوه دي من كل ناحيه. طيب الفراخ ساعات لما بنيجي ننضفها ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل هتبصي تلاقي برضو رجل بتاعتها او الدبابيس بتاعتها مفتوحه وشكلها ما بيبقاش لطيف لما بتيجي تستوي. تعالي شوفي هتعملي ايه. هتجيبي السكينه وهتيجي امسكي لك حته كده من هنا او من هنا، ده انت لو ما عندكيش الدبار بتاع المطبخ اهو، بفتح حته كده من هنا واضح خلاص، بعدين باجي في الفتحه دي واقوم مكتفه الفرخه، بجيب رجل كده بالشكل ده، وبجيب الرجل الثانيه وادوس كده، وبعدين هتيجي تفتحي الصدور بتاعتها سنه كده بالشكل ده، بصي كده الناحيه الثانيه من هنا قدامها. عارفه بقى الفراخ اللي بتبقى طالعه كده في الفوتو سيشن في الصور لما بتلاقيها في المنيو
كل ده بيتعمل كده، يقوم ده لما بيستوي يفتح بقى كده ويبقى عامل زي الورده اهو. وبعدين باخد من الخلطه دي واقوم حاطه كده اهو. بصي بايديكي توسعي، ده بيديكي طعم عالي وحلو جدا اهو. بصي الجمال. طبعا الاكلات دي بقى لما تيجي تتبليها من يوم الاربع او من يوم الخميس ويكون عندك بقى ناس في قلب البيت او حد من قرايبك، حد ولادك، نسايبك جايين وهيتغدوا مش عارفه تعملي ايه، تقومي رافعه الكلام ده كله على النار. انا هاخد الحله دي احطها ورا علشان تعالوا شوفوا مع بعض احنا عايزين نعمل الحله بتاعتها ازاي. طب ايه رايكم نروح فاصل صغير جدا بدل ما ابتدي وبعدين ناخد فاصل في النص عشان ما اقطعش سلسله تفكير حضراتكم. هحطها على النار تسخن، هنروح فاصل صغير جدا اجيب الحاجه بقى دي كده ونجهزها ونشيل الحاجات الزياده ونكملها مع بعض. فاصل ونواصل، ابقوا معنا. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية مع الفراخ الروستو. تعالي نشوف بقى هنعملها ازاي مع بعض. انا جبت الصينية حطيتها بالشكل ده على النار، هحط هنا شوية زيت كده، ومع شوية الزيت دول هقوم نازلة بحلقات البصل بالشكل ده. علشان طعم الخضار ده يا بنات يطلع كده حلو، للفراخ تبقى متشربه فيه كده وطعمه حلو قوي. هنزل بحلقات توم كمان بالشكل الجميل ده. انا عايزه اشقر كده على اللحمه، ما تيجوا نبص كده شايفين الجمال عامله ازاي. هي تقريبا دخلت بدات تخش السوى اهي، سيبها تغلي شويه. طبعا الموزه اللي احنا عاملينها دي بلدي وصغيره جدا، فهي علشان صغيره دخلت السوى على طول. بعد ما عملت كده طبعا انا بدي للحمه نص سوى وبعد كده هسقط عليها الرز على طول. تعالوا ننزل بقى بالفلفل الملون هنا بالشكل الجميل ده. كل ده بيطلع معاكي روايح حلوه قوي. وبيبقى صحي بقى يعني مش قادره اقول لك الخضار ده لما بيتشوي. طبعا بقى انت عايزه تلعبي باصناف خضار اكتر انت براحتك. في افكار كتيره والله، عايزه تحطي كوسه، عايزه تحطي خرشوف، اللي نفسك فيه. انا بديكي الفكره وانت على طول اشتغلي. طيب بعد ما عملنا كده وشوحنا الخضار الجميل ده، هاجي هنا واقوم جايبه الفرخه الجميله دي بسم الله، واقوم حطها كده بالشكل ده. وهاخد الخلطه دي مش هرميها، ده دي اللي هتعمل لي الشغل كله بالشكل ده كده. وطبعا هتنزل السوائل اللي فيها، هروح ادخلها الفرن. انا بس كنت اهي المناديل اهي. وتعالوا نشوف هنعمل مع بعض ايه اهي. ممكن بقى نديها كمان شوية زيت عشان يدوها اللمعة الحلوة اهو بالشكل ده كده. وتعالي ناخدها نروح نوديها في قلب الفرن
شايفه البخار بتاعها طالع عامل ازاي؟ تعالي نوديها الفرن سوا. اهي حطها كده هنا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، وهقفل عليها. تعالوا بقى نيجي هنا ونشوف اخبار المدفونه دي ايه. هاجي هنا واقوم جايبه الرز المغسول وزي الفل ده، وهقوم نازله بيه كده هنا بالشكل ده، وهنحط كمان شويه من الزبيب جوه، وهسيب شويه بره. مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي. اهو هقفل عليها. هي ممكن تحتاج شويه ملح عشان احنا ما حطيناش ملح اهي بالشكل ده، وهسيبها على النار تغلي غلويه على نار عاليه، وبعد كده هقوم واخداها ونقلاها على العين الهاديه علشان تتشرب، بس اهم حاجه لازم تغلي الاول. طيب تعالي هنا دلوقتي نشوف الشوربه دي هتتعمل ازاي. انا حاطه هنا ده على العين العاليه، وهبتدي اعمل الشوربه بتاعتنا. هترفعي حله على النار مع المادة الدهنية بتاعتك علشان خاطر تعملي ايه؟ علشان خاطر تحمري لسان العصفور. انا هحط شوية زيت بس، وبعدين هاجي هنا كمان على النار اللي جنبي. انا كان في جنبي هنا طاسة اهي، هرفعها على النار علشان احمر اللوز اللي انا هستخدمه للمدفونة دي. طيب هنيجي هنا وننزل بلسان العصفور مع التقليب المستمر بالشكل ده، وهحط جنبي هنا، هرفع على النار دي، احط اللوز في شوية زيت. اللوز ما يتحمرش في زبدة عشان الزبدة لما بتبرد يحصل لها ان هي بتجمد، فعلشان ما يطفيش لونه يبقى لونه بيلمع. هاجي كده واقوم نازله هنا بيه بالشكل ده، وابتدي اقلب هنا لسان العصفور. وتعالي نشوف هنعمل ايه. ايديكي بتقلب بسرعه طبعا. الطبق ده بيبقى غني جدا بالقيمه الغذائيه، اطفالنا كلها بتحب لسان العصفور، بيحبوا كمان البسله. نحاول نلعب لهم بالالوان الحلوه علشان ياكلوا. طيب هتقلبي اللوز كده علشان ياخد كله لون واحد ودرجه حراره واحده. عايزه ابص هنا. طيب هعمل كده برضو، بصوا هسيبه برضو لسه يغلي سنه. التقليب المستمر لسان العصفور بيخليله لون حلو جدا. شايفين درجة اللون بقت حلوة ازاي؟ أنا هنا عندي شوية من الحبهان المطحون، هحطهم علشان يدوني طعم حلو للشوربة. بالشكل ده. وأنا هكتفي طبعا بالشوربة النهاردة دي إن هي تبقى واخدة طعم الخضار الحلو. اهو بصي هديكي بتقلب هنا وبتقلب هنا. هاجي هنا واقوم نازلة
بشويه من البصل الصغير مع الكرات على كرفس، يبقى احنا نقول تاني لسان عصفور مع المادة الدهنية مع كرفس مع كرات مع بصل، وهقوم نازلة بالبسلة اشوح الكلام ده كله كده مع بعضيه، ومع كوسة، شوية الجزر بالشكل ده، وهحط معلقة صغيرة كده من الصلصة تديني لون لشوربة الخضار حلو اهو. هرفع النار هنا فوق بالشكل ده، وابتدي اجيبها على جنب عبال ما المية اللي عندي تغلي سنة. انا ممكن دلوقتي انقل بقى الرز، اجيبه هنا على العين الهادية دي علشان يتشرب براحته. هاجي هنا واقوم نازله بالشوربه بالشكل ده، وايديا بتقلب هنا برضو، وهسيب الشوربه تستوي. اول ما بتغلي بطفي عليها، لان حمى الارض هو اللي بيسوي لي الكوسه واللي بيسوي لي الخضار، فانا هسيبها هنا تاخد غلوايه على العين العاليه هنا شويه. بوارب غطى الحله علشان اشوف كميه السوائل بتاعتنا عامله ازاي. هاجي هنا هقلب في اللوز برده عشان ياخد درجه لون واحده، واللوز لما بتشيليه من على النار بتشيليه في الدرجه اللي قبل اللي انت هتزوقي بيها، لان هو بياخد حراره حمى نفسه. عملة البصل بتاع الكشري هوريكي ازاي. لو انت عفوا على الصوت العالي ده، لو انت اديتيله اللون الاحمر اللي انت عايزاه المظبوط هتبصي تلاقيه اغمق واسود، فتاخدي بالك كويس جدا. بصي شايفه الدرجه دي لونها ايه، يعني هي دي تقريبا خلاص لحظه واحده وهشيلها. بعد ما اخدت درجة اللون ده هقوم واخداها ومصفياها جنبي. هتجيبي مصفى بالشكل ده مع حاجة معدن مش ازاز علشان ما تطقش، اهو كده بالشكل ده، وهتقومي قلبها كده اهو. بصي شايفه بيغمق ازاي، بياخد لون اغمق، فانت بتحاولي تبردي. بصي بتعملي كده، تفضلي تنطقي فيه كده علشان ياخد درجه اللون الذهبي الحلو، يعني ما تسيبهوش في قلب الزيت وتمشي، هترجعي تلاقيه اسود. فده مهم جدا درجه التسويه دي، ان هي تطلع كده ذهبي ولون واحد. هجيب ده كده على جنب هحطه هنا، وتعالي نشقر على اللي في الفرن ونشوف اخباره ايه. يعني نبص كده على الرز، ما شاء الله ما شاء الله. هبتدي اهدي على النار هنا، اجيبها جنبي كده، لا ده انا بس ماشي يا ليسي التاتش ده مهم جدا، خلي بالك. ده ازاي؟ العفو. طيب انا دلوقتي هعمل حاجه بقى علشان اخلي الرزايه دي تفلفل كده ويبقى شكلها تحفه. النار هنا هديتها خالص، وشايفين درجه البخار اللي طالعه. طيب انا هتعامل معاكي لان انا هاخدك، يعني هاخدك. يحصل فينا عادي الكلام ده على فكره يا جماعه في البيت. تيجي تفتحي بكرة الفويل تلاقيها خلصت منك، عادي جدا. تعاملي اهو. بصي ناخد حتة من الناحية دي ونحطها في الناحية دي اهو.
انا كل ده علشان عايزه البخار ده اللي هيتكتم ده كده من جوه هيديكي الفلفله الحلوه دي. ده مهم قوي، نارك هاديه، بخار كتير تخلي فعلا الرز مفلفل وزي ما يقولوا كده طعمه حلو وتحسي ان هو زي المدسوس زي ما بيقولوا. خلاص طيب هقفل هنا النار اللي فوق دي واروح ابص على اللي في الفرن. ادي الشوربه هنا بتغلي بالشكل الجميل ده، وهروح ابص على اللي في الفرن. شايفين درجه الجمال بتاعتها بقت عامله ازاي؟ ابتدت ايه؟ هلفها كده علشان حضراتكم تشوفوا شكلها اهي، وهسيبها تكمل بقيه السوى. ايه راي حضراتكم؟ هنروح فاصل صغير جدا اروق علشان نرجع نغرف مع بعض ونشوف النهارده المدفونه اللي بالموز الضاني وشوربه لسان العصفور اللي بالخضار الجميله دي والفراخ اللي في قلب الفرن. فاصل ونواصل، ابقوا معنا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية مع المدفونة بالموز الضاني البلدي وشوربة الخضار. طيب ادي شوربة الخضار بتاعتنا خلصت، تعالوا كده نغرفها بقى مع بعض طبعا في الدفى مع شوية الليمون. حاولوا بقى تكتروا من الشوربة عموما والحاجات السخنة في قلب الشتاء، وتعصروا عليها ليمون قد ما تقدروا علشان الفيتامين سي يبقى جسمكم كده متشبع بيه في الشتاء. خلاص طيب هنيجي هنا نحط كده ونحط كده وفين اهي. اتفقنا مع بعض ان العين بتشوف قبل لما الواحد بياكل. ادي طبق الشوربه بتاعنا خلص، تعالوا نحطه هناك كده علشان نغرف المدفونة دي. يا رب الموز تكون استوت. تعالوا تعالوا بصوا الجمال بقى، عايزاكم كده تقولوا لي رأيكم فيها ايه. هاجي هنا هاخد، ما شاء الله دي بقت موزة بجد وبحق وحقيقي. هاجي كده واخد الموزة هنا انقلها في طبق واوزع الموزة التانية هنا. بصوا بقى الجمال بقت عاملة ازاي. طيب وهناخد الرز ونبتدي نغرفه بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه ده. بسم الله، ادي الرز وجماله بالخضار المتقطع فيه بالجزر ورق اللورة. مش قادرة أقول لحضراتكم ريحته بجد مشهية قد إيه. الفراخ طبعا في الفرن بتستوي، وهنجيبها دلوقتي حالا ونشوف أخبارها إيه. طبعا اللحمة لما استوت كمان مع الرز ادتنا طعم مش قادرة أقول لحضراتكم جميل قد إيه. جربوها على فكرة، ممكن تعملوها باللحمة الكندوز، يعني مش لازم حد، لو مفيش حد قادر يجيب لحمة ضاني مفيش مشكلة، ممكن نعملها باللحمة الكندوز اللي موجودة عندك في التلاجة. ممكن تعمليها، ممكن تعمليها بدبابيس فراخ اللي مش قادر يجيب الموزة. يعني في، احنا بنديكي الفكرة وانتم لكم مطلق الحرية تعملوها على ايه. اهو هاجي اعمل كده بالشكل ده، وهناخد كمان شوية ورق اللورة دول، احنا عايزين الرز بطبيعته. تعالوا بقى نشوف الموزة عاملة ازاي. هتيجي هنا وهنقوم شايلين
الحلة بتاعتنا اهي، الرزة برزتها والدنيا مفلفلة وزي الفل. هاجي هنا واقوم شايلة القصة دي كده، وبعدين بصوا بقى سوى الموزة اهي، شايفين بايشة ازاي؟ اهي شايفين عاملة ازاي؟ اهي متفتحة من بعضها بالشكل ده، اهي شايفين الجمال؟ اهي شايفين؟ اهي اهي مستوية ومسلتة من بعضها وزي الفل اهو، شايفين؟ اهو الموزة مستوية ومهرية. خلاص حاجة شيل ده من هنا، وتعالوا نشوف هنكمل مع بعض ونحط ايه. هاجي هنا واقوم جايبه اللوز اللي احنا حمصناه بالشكل ده كده، شويه هنا كمان مع شويه الزبيب اللي انا سبتهم، اخدت نص ونص بالشكل ده، وهروح اخد الطبق ونحطه على سفرتنا عبال ما اجيب الفرخايه. اوبا. عفوا. وادي الفرخايه بتاعتنا بعد لما خلصت. هجيب بس من هنا فرشه كده واعمل كده، وابتدي اخد من الجوز ده كده واديها اللمعه الحلوه دي، وهاخدها واروح احطها هنا اهو كده مع دي كمان، نشيل ده كده ونحط الطبق ده هنا كده بتاع الفراخ، عبال لما اشيل الكلام ده بقى مخرجنا يصورها لحضراتكم زي ما انتوا شايفينها كده اهو. ادي كل الزيادات، وادي شكل الاكل بتاعنا بعد لما خلص النهارده. يا رب حلقة النهاردة تكون نالت إعجاب حضراتكم، وتكونوا استمتعتم بشكل الأكل بعد لما خلص، وكون قدرت أفيدكم بكل جديد وبكل المفيد. طبعا ما ننساش إن يوم الخميس بقى نجهز الأكل بتاعنا ونتبله قبلها بيوم، ونحطه في التلاجة علشان نستخدمه يوم الجمعة زي ما اتفقنا مع بعض، إن احنا كده نتلم حتى ولو أسرة مع بعض ونعمل الأكلة الحلوة. أشوف وشكم بخير في حلقة جديدة من ألف هنا، وشكرا ليكم والسلام عليكم.